هنا في عيادة أبحاث وظائف التنفس. وظائف التنفس دي عبارة عن اختبار بنعمله لناس، ممكن الدكتور بعد ما بيكشف عليه وبياخد التاريخ المرضي بيشوف ان هو محتاج ان احنا نعمل اختبار زيادة عشان نعرف وظائف التنفس بتاعته عاملة ازاي. الجهاز ده جهاز وظائف التنفس بالمجهود ووظائف القلب، وده جهاز غير اختراقي، يعني بيتعمل من بره بس. العيان بيتوصل على رسم القلب وماسك بتاع تبادل الغازات، وبيقدر ان هو يقيس لي وظائف التنفس بتاعته مع المجهود، وده بيشخص لي الامراض الضيق التنفس اللي ليها علاقه بالصدر، زي الحساسيه مثلا اللي هي بتبقى مع المجهود، او الربو اللي بيجي مع المجهود، ممكن بيشخص السده الرئويه، بيعرف لي اذا ضيق التنفس ده مصدره من القلب ولا لا، بيشوف ضربات القلب والضغط، بيقدر انه يشوف ضغط الشريان الرئوي، فهو ده اعلى كمان من جهاز رسم القلب اللي بالمجهود. في كمان جهاز وظائف التنفس ده من غير مجهود، ده بنقيس بيه الامراض برضو المختلفه. هنا احنا بنقدر نشخص الحساسيه ودرجه الاستجابه لموسعات الشعب، ونفرقها برضو من السدة الرئوية. الناس اللي بتبقى معرضة في شغلها لغازات معينة أو أتربة أو كيماويات، محتاجين أنه يتعمل لهم بصفة دورية كل سنة، يتعمل لهم اختبار وظائف علشان يقدر يعرف التغيرات من بدري، فيبعدوا عن التعرض للمواد دي. الأجهزة دي يعني قربت، يعني خلت الاكتشاف بتاع المرض بدري أكتر، غير برضو يعني حاجة زي السدة الرئوية أو الانتفاخ الرئوي، ده لما بيبان في الأشعة بيكون المرض بقاله فترة طويلة، غير هنا إنه بيكتشف التغيرات البسيطة اللي بتبقى في الشعب الهوائية، اللي هي بتبقى لسه حتى العيان ممكن مش واخد باله إنه هو تعبان. كل ما العيان اتشخص من بدري هيبقى في فرصه في العلاج أحسن، ويقدر إن هو يخف تماما وما يبقاش عنده مشاكل، غير كل لما بنكتشف متأخر العلاج برضو نتائجه ما بتبقاش زي لما بنكتشفها في الأول.